سلام عليكم. قلت لكم انه اسم الجي تي كان وجه السعادة على رنمي في 2021، وشاومي صعد عدها الحماوة والروح الرياضية انسحقت بالطريق ما بين الشركتين، ولهذا شاومي الشركة اللي معودتنا ان تطلق اجهزة يمين ويسار وشمال وجنوب حتى تضعف منافسيها وتسحقهم، قررت اخيرا ادخال البوكو اكس 3 جي تي لاسواقنا وبمواصفات ممتازة، والاهم بسعر ما يكسر الظهر، وهذه التفاصيل كلها بين يديكم. مرحبا، انا حسن من قناة تك تايم، واهلا بكم في فيديو اليوم. اهم نقطة بالاكس 3 جي تي هي المعالج مالته او المحرك اللي راح يشغله، وشاومي اختارت الافضل من ميديا تيك كسعر واداء، هو دايمنسيتي 1100. طبعا هذا معالج معماريه 6 نانومتر، اهم ما به هو بطاقه رسومياته المالي جي 77 تجي ب 9 كورات او 9 انويه. هذا المعالج تقدر تعتبره بقوه 865 من كوالكوم، وبمنصه انتوتو مثل ما تشوفون الارقام اللي حصلها المعالجين متقاربه، فالاداء ممتاز وكافي لاغلب المستخدمين، يقدر يشغل اي لعبه بمتجر جوجل على اعدادات وفريمات. فاذا كاداء البوكو اكس 3 جي تي اداء بالخط الاول، لكن الشاشه من الفئه المتوسطه بامتياز، وما كنت اتصور انه شاومي راح ترجع لهذه الشاشات بال2021 بعد اللي قدمته من الاجهزه المتعدده بالشاشات الممتازه، لكن ما سوتها شاومي هنا، لان الشاشه هنا هي LCD 6.6 انج، تردده 120 هرتز ودقتها فل HD بلس، تدعم ال HDR 10. لكن الغريب هو طبقة الحماية اللي استخدمتها شاومي على شاشة الجهاز، وهي من كورنينج من الطراز الأحدث والأقوى والأمتن بالعالم، الكورنينج جلاس فيكتاس، واللي ما تستخدمها حاليا غير سامسونج وبعض من أجهزتها الغالية فقط. شاومي استخدمت هذه الطبقة، وأيضا الجهاز مقاوم للمي والغبار بمعيار IP53، وهذا الجهاز راح يكون سعره ما يتجاوز الـ 290 إلى 330 دولار، يعني ما بين الـ 430 ألف والـ 490 ألف دينار في أسواقنا، والجهاز قد يكون سعره أرخص من هذا السعر. وإذا تردون رأيي، لحد الآن الصفقة رابحة ويا البوكو أكس 3 جي تي، خصوصا من تعرفون أنه يجيب سماعات استوديو سبيكر وبطارية عملاقة 5000 ملي أمبير وشحن خارق 67 واط، ينطيك فل شحن لهذه البطارية خلال أقل من 43 دقيقة. لكن البوكو اكس 3 كعادة شاومي يجي ببصمة جانبية كاباسيتيف، وهذه الحركة شاومي مصرة عليها جدا هذه السنة، لكن الجهاز ما يجي بمدخل سماعة 3.5 ملم أو مدخل ميموري كارد للذاكرة الخارجية. ايضا يدعم بلوتوث 5.2 NFC وانفراريد، وكاميرات اساسيه قويه بقوه 64 ميجا بكسل وعدسه واسعه 8 ميجا، وكاميرا سيلفي متواضعه بقوه 16 ميجا. برأي أصدقائي البوكو اكس 3 جي تي نازل للجيمرية الأقوياء اللي يردون جهاز ممتاز للأداء بالألعاب وبسعر مناسب ما يخليهم يبيعون كلية حتى يشتروا. هذا عشان كل ما عندي لهذا اليوم، وأشوفكم بالفيديو الجاي في أمان الله.